اهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الحريه في كل مكان في العالم وحلقه جديده من برنامجكم ابيض من تاني. سعيد جدا ان اتقابل معاكم مره تانية يمكن بسبب الاعياد آآ آآ انقطعنا أكتر من مره علشان خاطر حضراتكم بتعيدوا آآ آآ كل سنه وحضراتكم طيبين بعيد الميلاد وبدايه السنه الجديده. ان شاء الله تكون سنه مباركه جدا سنه 2018 على كل حد آه بيشوفنا على كل الناس آه سلام حقيقي في بيوتنا آه وبنصلي جدا ان مشكله الادمان اللي آه جزء من حلقاتنا الاولى في برنامج ابيض من تاني بنحاول ان احنا آه نناقشها بنفكر فيها مع بعض. في الاول عايز اقول انه البرنامج بتاعنا هو ليس برنامج علاجي ولكن برنامج تثقيفي، برنامج تعليمي. معنى كده انه حضرتك او حضرتك ما تبتديش او توقف او تعدل الدواء او اي حاجة بتعملها الا عن طريق الطبيب المعالج آه الحقيقة النهاردة بحب ان اقول انه الامر ده مهم جدا علشان خاطر انا عارف انه يمكن في بلدنا آه العربية كتير من الناس بيروحوا للاجزاء ويسألوه ويسألوا ويدلهم ادوية وغيره والحقيقة لاحظت كتير قوي من آه الناس سواء اللي بيتكلموا او غيره انه اعتمدنا فعليا على ان احنا نطبق اللي بنسمعه في التلفزيونات هو شيء خطير جدا عشان كده بس عايز انبه واقول انه مهم قوي 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 ان يكون تحت مباشره الطبيب المعالج بتتم كل الخطوات ممكن حضرتك تروح له بسؤال بينبت عن الحلقه ممكن حضرتك سمعت اسم دواء معين او كده حد تاني بيسال عليه حضرتك او حضرتك ممكن تروح تسالوه لكن ما يتمش اي شيء خارج نطاق خضوعنا لمباشرة الطبيب المعالج الحاجة الثانية أنه زي ما حضراتكم عارفين أن احنا مرات كتيرة بنستخدم اللغة الإنجليزية لأن دي لغة الدراسة وكمان يمكن بالنسبة لي أنا لأن دي اللغة اللي بتعامل بيها مع كل العيانين في ممارستي الطبية علشان كده مرات كتيرة هتلاقوا أن في بعض الكلمات اللي بتطلع بطريقه تلقائيه بالانجليزي لكن بحاول على طول ان انا افسرها بالعربي، يمكن ده كمان بيساعد انه بعض الاحباء اللي بيقولوا انه محتاجين ان اولادهم يكونوا موجودين وبيسمعوا ان هم يكونوا معانا، عشان كده حتى السلايدات اللي انا اخترتها النهارده عشان خاطر نكون بنقدمها هتلاقوا كلها مكتوبه بالانجليزي انا ممكن افسرها بالعربي علشان خاطر كمان ندي فرصه لاولادنا مع وعدنا لحضراتكم انه حلقات البرنامج دي نحطها كمان في مترجمة يعني أنا أكون بقولها باللغة الإنجليزية علشان خاطر أولادنا اللي من الجيل التاني والتالت اللي ما بيعرفوش عربي حاجة كمان مهمة إنه حضراتكم أحيانا كتيرة بتتصلوا بينا وبتدونا أسماء أدوية من فضلكم يا ريت لو تدونا الاسم العلمي الأفضل جدا لأنه عند حضراتكم موجود سواء نمر التليفونات لكن على الواتس اب وعلى الفايبر اللي هتلاقوه موجودين موجود قصاد حضراتكم على الشاشه هتلاقيه موجود ان انتوا تقدروا تبعتوا لنا تكست مسج بمعنى ان حضرتك ممكن تاخد صوره للدواء تبعتها لنا فده يديني الفرصه ان انا اقدر اعرف الاسم العلمي بتاع الدواء لانه الاسم التجاري بيختلف من بلد الى اخرى. عايز ابتدي ببعض الاسئله مش بلحق الحقيقه ان انا اكمل كل الاسئله اللي بتوصل لنا لانه في اسئله كتيره وكتير منها متبحر ومتفرع في حاجات تانيه لكن سعيد جدا ان انا استقبل مكالمات حضراتكم طوال الحلقه يمكن اثناء ما انا بشرح احيانا لو في سؤال مهم في صلب الموضوع بناخده لو في سؤال ممكن انه يتاجل لاخر الحلقه او ايضا انه بعض هذه الاسئله ممكن اجابتها في حلقات اخرى بنعمه ربنا لان احنا بنبني في الحديث بتاعنا. النهارده عايز اتكلم مع حضراتكم عن ادمان الخمور والكحوليات تاثيرها على المخ ازاي بنقدر نشوف التاثيرات السلبيه ازاي ده بيختلف ما بين المراه والرجل من تعاطي الخمور وانا عارف ان في سؤال ملح عند الكثيرين عن الخمور والكتاب المقدس وحلال ولا حرام الحاجات دي كلها بتوصل لنا انا حب ان انا اكون بجاوب عليها ايضا يمكن الحلقة النهاردة ما تكفيش فنقدر نستكملها في حلقة قادمة علشان خاطر نقدر نغطي الموضوع ونديله كل الجوانب بتاعته. في ناس بتسأل عن بعض الأدوية اللي أنا اتكلمت عنها قبل كده اللي بتستخدم في علاج أو مساعدة الناس إن هم يتخلصوا من إدمان السجاير. طبعا الحلقات اللي احنا عملناها عن السجاير حقيقة لاقت اقبال كبير وبيجي اسئلة من حضراتكم وزي ما قلت انه السجاير ديت مدخل لحاجات كتيرة تانية هي لان احنا من صغرنا بنطلع ممكن الاهل يكونوا بيدخنوا تعودنا عليها ما اصبحتش حاجة ليها الطابع المجرم في نظر المجتمع لكن في نفس الوقت بتكون مدخل علشان خاطر يكون جوانا الاحساس الخفي العميق انه حاجه من بره ممكن تخليني مبسوط من جوه. التراكم الفكر دوت والاتجاه دوت هو اللي بيخلي الشخصيه المدمنه جوه الانسان اللي عندها استعداد للادمان ان هي تكبر وتنمو ان انا دايما محتاج ان انا امد ايدي عشان خاطر اطول حاجه سواء كانت حبايه سواء كانت شمه سواء كان شيء بدخنه بحشي بيه السيجاره علشان خاطر دوت يبسطني لكن لانه السجاير ما هياش مجرمه وبتتباع وموجوده في كل حته بتدي هذا الاحساس الخفي المتراكم جوه الانسان انه لما اكون متضايق امد ايدي علشان خاطر اخد حاجه من بره تخليني سعيد من جوه او تخليني مبسوط لانه في فرق كبير جدا ما بين الانبساط والسعاده ودوت هيكون في حلقات اخرى. بالنسبة للأدوية اللي أنا اتكلمت عنها أنا قلت الحقيقة إنه أفضل شيء نقدر نعمله بالنسبة لعلاج السجاير وهلخصه بسرعة نمرة واحد إنه نحدد معاد هنقول احنا هنعمل كده طول ما احنا بنأجل طول ما ما بناخدش الموقف ده النهاردة معنى كده إنه هيفضل يستمر وبكرة هيجر بعده وهكذا فتحديد الميعاد دوت شيء مهم جدا كمان انك تكون بتقول لكل الناس اللي حواليك انك انت هتبطل تدخين علشان خاطر يحترموا الامر دوت ما يحاولوش بالذات لو كانوا ناس جوه البيت ان هم يكونوا بيدخنوا علشان خاطر ما يسروش الرغبه دي جوه حضرتك او حضرتك. لكن افضل شيء ان احنا نبتدي نتعامل مع الحاجات اللي احنا بنسميها ان هي زي ريبليسمنت ثيرابي او حاجات تعويضيه. عشان خاطر نقلل نسبة النيكوتين الموجودة في الدم بطريقة متدرجة زي اللزقات اللي بتكون موجودة ومتدرجة بنستعمل لزقات بتبتدي من 21 ملي جرام لمدة 3 أو 4 أسابيع بيليها تنزل ل 14 3 و 4 أسابيع وكمان تنزل ل 7 وبعد كده نبطل في بعض الناس بتستخدم العلقة أو الجم أو اللبان اللي فيه نيكوتين برضو عشان يساعد واحد أو اتنين أو أربعة مللي جرام كل ساعتين أو كل أربع ساعات علشان خاطر برضو يخلي الانسحاب بتاع النيكوتين ما هواش حاد من الجسم لكن في أدوية كمان بتساعد على الموضوع دوت أنا في رأيي إنه الدواء الحقيقة اللي أنا مقتنع بيه أكتر من أي حاجة تانية دواء اسمه بوبروبيون ودوت اس ار والدواء دوت ليه اسم تجاري موجود في امريكا وكندا اسمه ويل بيوترين اس او سستيند ريليس وفي نوع تاني ليه اسمه اكس ال او اكستندد ريليس دوت الحقيقه ليه كذا ميزه نمره واحد ان هو بيعمل تعديل في الدوبامين او الماده اللي فعليا المدخن من خلالها بيحس ب بي الشعشعه والانبساط والسعاده وكمان بيتحكم في ماده اخرى او احد الانزيمات او النيورو المواد اللي في المخ اللي هي الابينفرين نور ابينفرين وده برضو بيساعد على التركيز وحاجات زي كده ناس كتيرة اللي بتقول انه بيبقى مزاجها تعبان جدا في الوقت اللي هي بتبطل فيه التدخين دوت بيساعد على تحسين المزاج لانه ليه انتي ديبريسنت يعني مضاد للاكتئاب نمره اتنين لانه برضو بيتعامل مع واحد من اكبر الحاجات الكيميائيه الموجوده جوه المخ اللي تتاثر بالتدخين اللي هي النور والدوبامين فبالتالي بيعمل ليها نوع من الموديوليشن بيعمل ليها نوع من التعامل بحيث ان الانسان ما يشعرش بالاحاسيس ديت الحاجه الثانيه انه فعليا مش من انواع الادويه اللي بتزود الوزن كتير من الناس اللي بيبطلوا تدخين بيزيد وزنهم من 3 ل 5 كيلو احيانا فدوت برده بيساعد لانه احيانا بيقلل كمان الوزن شويه او على الاقل مش بيزوده فبالتالي بيساعد برده علشان خاطر الناس اللي بتكون عندها هذا التغير في الوزن وان كان بيكون تغير طفيف ومرات كتيره كمان بيبقى مرحلي مش بيكون حاجه دائمه فالدواء دوت اسمه بوبروبيون اس ار او بروبيون اكس ال او بيوترن اس ار او اكس ال وبنقول انه بنكون على الدواء دوت لمده من ثلاث شهور انا بفضل ان يكون اكتر من كده شويه علشان خاطر يمنع اي حالات للانسحاب فالحاجات دي كلها ممكن تشتغل مع بعضها إن تكون في اللزقة، إن يكون في الجم، إنه آه كمان يكون في الأدوية ديت، في دواء تاني اسمه شانتكس أو آه 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 فيرينكلين، الدواء آه دوت برضو دواء كويس جدا ودواء ممتاز، لكن للأسف ليه بعض الأعراض الجانبية، فلا بد من إن احنا نكون بنستخدمه تحت إشراف طبيب، لأنه مرات كتيرة لبعض الناس اللي عندهم استعدادات في الجهاز العصبي ممكن يأثر ويسبب نوع من الاحساس الشديد بالاكتئاب احيانا بيخلي في بعض الهلاوس بيخلي فيه حالات من ضيق المزاج والواحد يبقى اريتابل ويبقى عنده نوع من القلق مش بينام كويس وفي نفس الوقت يبقى حاسس دايما ان هو ايه متوتر يعني لكن في ناس كثيره ما بيحصلهاش كده وتستفيد منه جدا فزي ما بقول نقدر برضو نكون بنستخدمه فدي برضو رد على السؤال دوت انا عارف ان في ناس كثيره بيتصلوا عشان خاطر في اخت من القاهره ابنها عنده عشر سنوات بيعاني من ضمور في العضلات مش قادر يمشي هنصلي لحضرتك جدا يا اختي العزيزه وفي مصر قالوا انه ملوش علاج في الحقيقة في أنواع مختلفة كثيرة جدا لموضوع ضمور العضلات واغلب الانواع ديت بتبقى واخده اسماء الناس اللي اكتشفوها آآ آآ و يعني بتبقى ليها اشكال مختلفه احيانا الدمور بيبقى في العضلات اللي هي قريبه من الاطراف او احيانا تكون العضلات اللي قريبه من منتصف الجسم في حاجات بتبقى ليها علاقه بالشكل الجيني في حاجات بتكون موروثه بتيجي للابناء الذكور من الامهات الاناث لان هم ما بيظهرش في الاناث لان هم الكروموزومات عندهم ريسيسيف لكن بيبان في الاطفال الذكور وهكذا وفي الحقيقه ده شيء صعب ما اقدرش اقول ان احنا وجدنا ليه علاج في بعض المراكز اللي بتقول ان هم بيحاولوا العلاج بالخلايا الجنينيه آآ آآ لكن طبعا كل الحاجات دي لسه قدامها وقت طويل لكن الى الان فعليا ما فيش علاج لكن مع تقدير الشديد جدا لصعوبه الامر دوت والحقيقه انا اعرف ناس اصدقاء لي اطباء يعني بيعانوا من نفس الامر ولادهم وطبعا هي انواع كثيره ومختلفه أه وبتاخد اشكال مختلفه ف يعني ما عندناش علاج أه يعني عايز اقول ان في بعض الحاجات بتبقى ليها اسباب والاسباب ديت يمكن علاجها لكن في الاغلب الحاجات اللي جايه من تاثيرات جينيه او جايه نتيجه أه وراثه ما فيش ذنب فيها لاي حد من أه أه الاب والام غير انه الجينيتك ميك اب بتاعهم بالشكل ده لكن فعلا قلبي مع كل واحد ومن كل واحدة من حضراتكم في برضو حد بعت لي سلسلة طويلة جدا 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 من كمية من الأدوية لمضادات الاكتئاب غالبا كل حاجة ممكن استخدامها قد استخدمت وبيسألوا على العلاج الكهربائي وهنا بس هقول كلمة صغيرة شوية أنه يعني هيجي وقت إن شاء الله قدام هنكون بنتكلم على الاكتئاب وعلاجه وأنواعه وإزاي نقدر نتعامل معاه وأنواع الأدوية المختلفة وغيره لكن هقول بس حاجة بسيطة قوي لأنه السؤال اللي جي عن العلاج بالكهرباء عايز أقول إن إحنا دي حاجة بنلتجئ إليها فعليا في عدة حالات خاصة قوي نمره واحد لما يكون في حاله شديده جدا من الاكتئاب اللي ما استجابش لاي ادويه تانيه ولكن ايضا اللي بيكون مصاحب يا اما بهلاوس شديده او ببعض الحالات الشديده جدا العصبيه وباستعداد كبير ورغبه حاده في التخلص من الحياه او الانتحار فمرات كتيره بيبقى ده الحاجة اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها بطريقة سريعة علشان خاطر نمنع كده يعني دي مش حاجة احنا بنستخدمها طول الوقت الحاجة التانية انه زمان لانه العلاج دوت بقاله مدة طويلة موجود فوق الاكتر من مئة سنة بيستخدم طبعا كان زمان بيستخدم من غير تخدير وكان بيستخدم من غير حاجات كتيرة قوي من اللي النهاردة موجودة لكن طبعا النهارده اختلف عن زمان آآ آآ فدلوقتي بن عادة بيكون العلاج دوت every other day يعني يوم او يوم لا ممكن يستمر لغاية 18 20 احيانا 24 جلسة لكن الحقيقة اكتر حاجة بتبقى مزعجة في الموضوع دوت نمرة واحد انه الواحد لازم يتحط تحت تخدير كلي وان كان التخدير دوت تخدير بسيط هو تخدير كلي لكن بسيط يعني ما بيستمرش اكتر من ربع لثلث ساعه وبعد كده الواحد بيبتدي يفوق لكن احيانا بيحتاج لساعتين افاقه ولازم يكون الموضوع ده بيتم في المستشفى ما بيتمش في العيادات الخاصه فده طبعا بيتطلب ان يكون مع حد يوصله حد يرجعه لكن الحاجه الاخطر من كده شويه واللي يمكن بتاثر هي الفقدان للذاكرة وهنا بمعنى أنه الواحد ما بيقدرش يفتكر الحاجات اللي بتحصل قريب قدرته على أنه هو يتعلم حاجة جديدة بتتضاءل وممكن حكاية دي تستمر لمدة ست شهور أو أكتر شوية أحيانا ما بترجعش الذاكرة مية في المية ولكن عايز أقول أنه بنقي الشخص بيبقى فيه زي بيشنتس بروفايل بيبقى فيه شخص معين يعني لو واحد مثلا النهارده وقف عن العمل نتيجه الاكتئاب الشديد ومفيش اي حاجه نفعت ممكن المهم يعني بتبقى ليه بروفايل معين مخصوص بنستخدمه كمان احيانا اثناء البرجنسي او اثناء الحمل علشان خاطر خطوره استخدام بعض انواع مضادات الاكتئاب في مراحل الحمل المختلفة وإن كنا النهاردة بنلاقي أن في يعني النسبة بتاعة التأثير على الجنين بتتضاءل ولكن أحيانا في بالذات في أول ترايمستر وآخر ترايمستر أحيانا بيبقى في نوع من الاهتمام بأنه يعني ما نأثرش على الجنين يعني أول ثلاث شهور وآخر ثلاث شهور في الحمل لكن النهاردة في كمان علاج أحسن بكتير جدا من العلاج دوت وهو علاج بالرنين المغناطيسي اسمه التي ام اس او ترانز كرينيال ماجنتيك ستيميوليشن بالعربي يعني ترانز يعني من خلال كرينيال يعني الجمجمه ماجنتيك ستيميوليشن يعني تحفيز للمخ من خلال دائره مغناطيسيه وده علاج سيف جدا يعني علاج امن للغايه ليس له اي اعراض جانبيه ليه لانه بيتم التاثير او التحفيز لمنطقه معينه في المخ وان شاء الله ممكن في مرات قادمه اكون بتكلم عنه بالتفصيل دوت بيخلي المخ كله يرجع يشتغل تاني بيساعد جدا على التركيز اكشوالي مش زي العلاج الكهربائي او الاي سي تي او العلاج بالموجات الكهربائيه اللي بنسميه العلاج الكهربائي يعني او الشوك ثيرابي دي كلها اسماء ليه يعني او العلاج بالصدمات الكهربائيه ده في الحقيقه لا يتطلب على الاطلاق ان الواحد يبقى تحت تاثير اي نوع من المخدر العيان بيجي سايق ويرجع سايق عاده ما بتاخدش اكتر من من ربع لثلث ساعة الجلسة في أول جلسة بس بيتعمل حاجة اسمها برين مابينج أو بيتعمل نوع من رسم يعني مابينج يعني زي ما يكون خريطة المخ بحيث أن الواحد يقدر يبقى عارف فين المكان اللي بيكون بيعمله ولازم يكون في أطباء مدربين وواخدين شهادة معينة في الإمكانية اللي تخليهم إن هم يقدروا يمارسوا كده وبيتحطوا على جهاز معين يشبه بتاع دكاترة السنام أكبر شوية يمكن مرة ونص قد والإنسان بيرتخي فيه جدا وبيقدر ياخد العلاج دوت والعلاج ده زي ما قلت ملوش أي سايد افكس ملوش أي أعراض جانبية ولكن بدل ما العلاج بالصدمات الكهربائية بيسبب للإنسان إن هو يبقى عنده فقدان في الذاكرة أو عدم قدرة على التعلم لأشياء جديدة ده أكشولي بيستخدم أكتر علشان خاطر يعني بيسموه كوجنيتيف إنهانسر يعني بيساعد قوي الملكات الذهنية والفكرية اللي عند الإنسان إن هو يبقى أفضل وأحسن بكتير وفي بعض الدراسات اللي جاية من مناطق مختلفة في العالم including مراكز علمية وبحثية عالية المستوى جدا في أمريكا وفي بلاد أخرى أنه بيساعد جدا على تنشيط الذاكرة بيساعد وإن كان بيستخدم في أوروبا بالذات في حاجات زي بعض علاج حاجات زي اتش ADHD بيستخدم في علاج حاجة اسمها الفايبروميالجيا أو الكرونيك فاتيك سندروم دي حاجات بتبقى مشاكل في العضلات أحياناً بنستخدمه كتير قوي في علاج الصداع النصفي المزمن اللي ما بيش بيستجيب لأدوية وأحيانا في بعض حالات الصرع اللي برضه مش بتستجيب. فهو الحقيقة علاج جميل جدا وشامل ولكن يتهيأ لي إنه يعني موجود في أمريكا وأوروبا وكندا برضه بدأ يكون موجود وبرضه بدأ يكون في أستراليا وأعتقد إن يمكن في بعض المراكز في الشرق الأوسط اللي ممكن تكون بدأت تستخدمه. فاسمه التي ام اس او الترانز كرينيال او علاج بالرنين المغناطيسي للتحفيز المخ من خلال الجمجمه في اسئله عن الصرع وانواعه العلاجات الموجوده ده برضو هيكون احد الحاجات اللي هنبقى نتكلم عنها يعني إن شاء الله في أوقات قادمة هنكون بنتكلم على أمراض الجهاز العصبي نكون بنتكلم عن الصرع عن الصدمة أو السكتات الدماغية اللي هي الستروكس والصداع أمراض النوم حاجات زي كده هنبقى بنتكلم عنها لكن يعني الصرع بنقسمه لخمس أنواع يعني في حاجة اسمها جران مال سيجر أو حاجة بتخلي الجسم الواحد بيفقد الوعي يبقى الجسم كله بيحصل له نوع من الارتعاش الشديد أو الكونفولجنز أو الصرع يعني في حاجات تانية بتبقى اسمها أبسانس يعني بتبقى حاجات بسيطة خالص والحاجات ديت يعني الواحد فيها زي ما يكون بيفقد الوعي في ثواني أو كده ما يبقاش حد بي واعي شوية باللي بيحصل في نوع تاني اسمه temporal لوب سيجر أو complex partial سيجر أنا بحاول أقوله بسرعة عشان خاطر الوقت دوت ممكن يبقى أحيانا ما فيهوش فقدان للوعي لكن الواحد يبقى يجيله بعض الحاجات اللي هي بيشوف فيها أشكال مختلفة حاجة بيسموها أورا الواحد يتصرف بطريقة وكأنه هو خارج عن الوعي بتاعه شوية يبتدي يشم حاجة زي مثلا بيض فاسد أو كاوتش بيتحرق بتبقى دايما رائحة وحشة في حاجة اسمها يعني في أنواع تانية بتبقى سيمبل منها وهكذا ان شاء الله في وفي حاجات اسمها فبرايل سيجر يعني حاجه بتيجي بالذات بتيجي مع الاولاد الصغيرين لما درجه الحراره ترتفع قوي لبعض الاولاد ممكن تحصل لهم بس ده مش معناه ان هم هيجي لهم او صرع في المستقبل وهكذا في كمان حاجات بتيجي نتيجه ادويه معينه حاجات بتيجي نتيجه استخدام الكحوليات او استخدام انواع معينه من الدرج زي زي ما قلنا قبل كده الفودو والاستراكس والحاجات دي كلها وبالمناسبه بشكركم جدا لكل الناس اللي علقوا لانه يمكن احنا هنا في قناه الحريه كنا من اوائل القنوات اللي بدات تتكلم على الخطوره بتاعه الحاجات دي الزومبي والاستراكس والكلام ده كله حضراتكم ممكن ترجعوا عملنا يمكن عليها اربع حلقات قبل كده لانه بدا يتكلموا عنها في التلفزيون وحد مات قريبا تحت تأثيرها في قسم بوليس نتيجة أنه كان بيتصرف بطريقة عدائية جدا وهكذا يعني فأنا يعني عايز أقول لكم أنه اللي من حضراتكم عايز يعرف أكتر بالتفصيل عن الحاجات دي وعن علاجها أنه هو يرجع لي اليوتيوب بتاع القناة ويشوف البلاي ليست تحت ابيض من تاني وممكن نبقى نحط على الشاشه كمان آآ آآ ازاي يقدروا يخشوا على اليوتيوب بتاع آآ القناه آآ الحريه دوت تي في سلاش سوري يوتيوب دوت كوم سلاش الحريه تي في طيب انا هاخد معايا الاستاذ روماني من المانيا اهلا بيك اتفضل حضرتك على الهوا مساء الخير يا دكتور مساء النور حبيبي اهلا بيك حضرتك انا عندي مرات عمي عاشت في مصر من ثلاث شهور حصلت مشكله كده وراحت راحت للدكتور تمام فطلعت عندها مشكله في في البنكرياس او البولينا بيقولوا حاجه كده زي فستو كده صغيره بس للاسف هم بيقولوا فيش ليها علاج يعني من ثلاث شهور في المستشفى واخر شهر ده في غيبوبه كامله مش عارفة هو ما فيش اي علاج جديد حتى بره او جوه او هو يعني حضرتك بتتكلم على حاجتين شويه مختلفين البولينا ديت دي حاجه بتنتج نتيجه انه بيحصل فشل كلوي عاده في بولينا حاده لما يكون في فشل كلوي حاد وبتبقى حاجه مزمنه اللي فيها الكيدنيز او الكلى بتفقد وظايفها بطريقه متدرجه ودوت بيزود نسبه البولينا في الدم ااا البنكرياس يعني النهارده على فكره يمكن ان شاء الله لو جت الفرصه والوقت ساعدنا هنكون بنتكلم على البنكرياس ولا يمكن علاقته بيه الكحوليات لانه من اكثر الاعضاء اللي في الجسم اللي بتتاثر بيه الكحول اللي هو مسمم ليها لكن البنكرياس ممكن تكون ليه امراض كثيره فانا مش عارف اي نوع من التشخيص اللي موجود هل هو التهاب حاد في البنكرياس هل هو التهاب مزمن ايه بالظبط هل هو يعني بعد الشر ما يكونش مرض ورم او كده هو مش عارف انا كل التشخيص اللي, اللي انا اللي انا عرفته او اللي انا فهمته ان في حاجه زي فستوم كده جوه البنكرياس في ستون فستوم فستوم صغير في ستون يعني يعني في آه. آه نتو يعني جوه آه بالظبط ممكن اه هو البنكرياس اصله يعني تركيبته انه ليه راس وليه ديل وفص يعني يعني لو حضرتك قدرت تجيب معلومات اكتر وتبعتها لنا حتى عن طريق ال يعني نمره التليفون اللي هي بتاعت الفيس بتاعه الواتساب ال 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 وكده اقدر اكون عرفت اكتر وادي يعني تحليل للموضوع دوت لو عندك حتى تحاليل وعايز تبعتها او ادويه هي عليها او كده يعني هل دوت كمان جزء يعني احيانا البنكرياس بيتاثر نتيجه ان وجود مشاكل تانية بتعمل كده يعني احيانا في بعض الحالات النادره بيكون في سندرومز يعني سندرومز يعني ايه؟ يعني مجموعه من الاعراض الموجوده مع بعضها اللي بتيجي اللي بتاثر على عده اعضاء مختلفه من الجسم و أحياناً في الحالات الحادة جداً بيحصل إنه يحصل إنه العضلات نفسها بتاعة الجسم العضلات الإرادية بالذات عضلات البطن ممكن إنها تتكسر والبروتين الموجود فيها وده مع سخونة الجسم في بعض الأحيان بالظبط زي ما يكون الزلال البيض اللي لما تحطه في حاجة سخنة بيتحول لحاجة جامدة والحاجات دي بتبتدي تنتشر وممكن تروح وتسد تسد الكدني يعني بحيث أنه يبتدي ممكن يحصل كدني فيلير أو فشل كلوي يعني فأنا مش عارف بالظبط وده يؤدي للبولينا فحضرتك لو عرفت أكتر ممكن تبعت لنا المعلومات أنا وانا تحت امرك كل المعلومات وهبعتها لحضرتك شكرا تحت امرك تحت امرك تحت امرك, <applause> تحت أمرك. طيب بشكر حضراتكم جدا وزي ما بقول يعني انا عارف ان في اسئله كثيره جت لنا قبل كده بحاول ان انا اكون يعني في كل مره ان انا اجاوب على بعضها لكن خلونا يعني عشان خاطر نفتدي الوقت ونتكلم النهاردة على موضوع مهم خالص وهو موضوع الكحوليات والخمور ما اعتقدش ان احنا هنقدر نعمله في حلقة واحدة لكن ممكن نعمله في اكتر من حلقة بس حاجة مهمة قوي عايز اقولها ويمكن تكون ما تخلينا للامر دوت في اختلاف بين ما بين السيدات والرجال اللي بيستخدموا الكحوليات السيدات عندهم استعداد اكتر ان هم يجيلهم اعراض جانبيه اسرع وأكثر واقوى من الرجال حتى لو شربوا اقل من اللي بيشربوه الرجال والسبب في كده انه الكحول دوت زي اي ماده موجوده بتخش بتروح للكبد بتبتدي تتكسر بتتكسر عن طريق انزيمات بتخش في سايكل معينه في عند السيدات بطريقه عامه في بعض الانزيمات اللي مهمه علشان خاطر تكسر الكحوليات اقل من الرجال ودوت بيسبب ان هم ممكن يكون بيجلهم اعراض جانبيه اعلى ممكن يجيلهم حالات سكر اقل يعني يأخدوا كميات أقل من الكحول ولكن يصلوا إلى حالة سكر بطريقة أسرع واستعدادهم علشان خاطر يكون في أعراض جانبية دي كلها ممكن تحصل أكتر في السيدات الحاجة الثانية إنه حجم أو كمية المية في جسم الرجل بالنسبة للمصل ماس أو بالنسبة ل الحاجات الغير مائيه زي العضلات مثلا اقل في المراه ونتيجه ان في نسبه فات اكتر او نسبه دهنيات اكتر فده برضه بيساعد على انه يكون التاثير اللي بيعمله الكحوليات او حاجه بنسميها الفوليوم اوف ديستريبيوشن او التركيز اللي بيحصل في كميه الميه اللي هي اقل في الجسم عموما عند السيدات اقل من الرجال فبالتالي التركيز بيبقى اعلى للكحول ففي اختلاف في بعض الانزيمات وايضا في كمان ازاي التركيز نفسه اللي بيكون موجود. السبب اللي بقوله دوت ليه؟ لانه النهارده في الحاجات اللي هنتكلم فيها عن الكحوليات وتاثيرها على الجسم وكل الحاجات دي عايز اقول لحضراتكم ان الحاجات دي بتحصل اسرع في السيدات التاثير بتاعها اعلى ووصولهم الى حاله الانتوكسيكيشن او السميه اسرع من الرجال. الحاجه الثانيه انه اكتشفوا دلوقتي ان الكحوليات هي احد البريسبوزين فاكتورز او احد العوامل اللي بتؤدي الى ظهور سرطان الثدي. في السيدات وده طبعا اكتر بكتير من الرجال طبعا الرجال ممكن يجي لهم سرطان ثدي لكن طبعا بنسبة اقل بكتير من السيدات ولكن الكحول احد العوامل اللي ممكن تهيئ المناخ علشان خاطر يحصل سرطان للثدي في السيدات فالحاجات دي بس انا عايز اقولها علشان خاطر لما هنتكلم النهارده يبقى باين انه اللي هنتكلم عليه ده بيحصل للرجال وللسيدات ولكن بيحصل اكتر للسيدات وبيحصل في وقت اقل جدا من الرجال خلونا نطلع فاصل قصير وارجع مع حضراتكم علشان خاطر نستكمل بقية الحلقة تليفونات مفتوحة اللي يحب ان يترك الاسئلة في الكنترول روم او يحاول ان هو يكلمنا على الهواء او يبعت لنا رسائل عن طريق الفيسبوك تحت امركم في كل حاجه ونطلع مع بعض الى فاصل قصير ونرجع عشان خاطر نكمل حلقتنا النهارده عن الكحول والخمور حاجة لكني بتحايل عليها ولو سابتني ممكن أبكي يجوز جوز أو اتجنن يا the اهلا بيكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وقبل ما ابتدي اتكلم عن الكحوليات حاجه مهمه قوي عايز اقولها انه لقينا انه الكحوليات وادمانها من اكثر الحاجات اللي بنقدر نشوف ان ليها علاقه بالهيرديتري او الوراثه بمعنى انه كتير من الناس اللي هم عندهم الالكهوليزم دولت جايين من عائلات يا اما القرابه من الدرجه الاولى او الثانيه بيبقى فيها الموضوع دوت لدرجه ان هم لما عملوا دراسات على الاجنه اللي هي بتبقى توين يعني اللي هم بينزلوا مع بعض وواحد منهم مثلا راح عاش مع عيله وحد راح عاش مع عيلة مع تانية انه بالذات مع المونوزايجوتيك توينز يعني ال 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 الناس اللي جايين من نفس البويضه اللي هي اتفلقت اثنين عشان كده بقى في توأم ان دولت النسبه فيهم بتصل الى فوق في المية من انه لو كان الاب او الام حتى لو هم ما اتربوش معاهم اتربوا مع عيله تانية او اتخذوا منهم وتربوا مع حد تاني ومع عائلات ما فيهاش ادمان الكحول استعدادهم لادمان الكحول اللي بيبقى اعلى بكتير فلقينا ان الدراسات بتاعت التوائم بتقول ان الكحوليات من الامراض اللي فعليا في دور كبير للوراثه فيها دي نمره واحد نمره اتنين انه لقوا انه الشخص اللي عنده استعداد ان هو يبقى مدمن للكحوليات الشخص دوت رد الفعل الاول بتاع المخ بتاعه لتناول الكحوليات بيبقى مختلف عن الشخص اللي ما عندوش الاستعداد دوت فلقينا انه لما جبنا اتنين مثلا كل واحد عمره سي 21 سنه والاتنين عمرهم ما شربوا كحوليات على الاطلاق والنهاردة وصلوا لي السن القانوني أنا بتكلم على الولايات المتحدة اللي يقدروا أن هم يبقى عندهم حرية أن هم يروحوا ويوروا البطاقة بتاعتهم ويقدروا ياخدوا مشروبات كحولية الاتنين دولت لما بيشربوا المخ بيستجيب لدوت بطريقة مختلفة فالشخص اللي عنده استعداد بيحصل نوع من أنه كمية هائلة من حاجة اسمها الاندورفينز أو دي زي الأفيونات اللي بينتجها المخ الحاجات اللي موجودة جوه الجسم اللي بتساعد على تقليل الإحساس بالألم الاندورفينز دي بتزيد وبتعلى والريسبونس بيبقى عالي جدا في المخ للشخص اللي عنده استعداد ان هو يبقى بعد كده مدمن للكحوليات عن الشخص التاني الشخص الثاني بنلاقي انه بيحصل زياده في الاندورفينز الاندورفينز ديت ولكن بطريقه متدرجه جدا مش بالطريقه العاليه اللي فيها سبايك او فيها بتوصل الى حد عالي جدا ومره واحده مش بطريقه متدرجه، فطبعا احنا نقدر نقول انه في استعداد لكن هل ده معناه ان انا لازم لازم اطلع مدمن للكحوليات؟ لا مش مش كده على الاطلاق ليه؟ لان لقوا برضو ان الناس دولة اللي عندهم الاستعداد لو ما استمروش يشربوا مش معنى كده انه ممكن يبقوا مدمنين للكحوليات. الطريقه اللي بنقدر نشوف بيها السيفيريتي او قد ايه الادمان دوت موجود مرتبط الحقيقه بكميه الكحول. وهنا انا جايب الصوره اللي قصاد حضراتكم لسبب انه في ناس فاكره اه البيره ما تخلينيش او ما تاثرش عليا زي ما ياثر عليا مثلا الكونياك ولا الويسكي ولا الرم ولا الحاجات دي كلها في الحقيقه الموضوع مش مرتبط بايه ياثر اكتر هي مرتبطه بمعادله بسيطه وهي قد ايه بتشرب وقد ايه التركيز من اللي انت بتشربه عشان كده لقوا انه دي الفورميلا اللي احنا بنستعملها علشان خاطر نقول انه اه قد ايه انا بشرب فالبيرة مثلا اه اغلب انواع البيرة 5% موجوده في ال 5% كحول لكن لو حضرتك شربت مثلا 20 كان من البيرة اضرب العشرين في الخمسة دولت ممكن يطلع أقل من لما تاخد كاس واحد مثلا من الكحوليات أو يسموها الهارد ليكر يعني نفس الشيء بالنسبة للمولت أو المولت دوت ناس كتير قوي بتشربه يقول لك أنا عندي محتاج أن أنا أعمل إضرار لل للبول في دوت فبياخدوا المولت دوت المولت ده اكشوالي اكتر من البيره كمان وممكن يبقى 7% ف7% يعني لما تضربوا في الرقم دوت يدلنا بالظبط احنا بنستخدم ايه ان بيت ده الواين او ان عاده الانواع المختلفه الافريج بتاعها انه يكون 12% ده شراب الشعير المختمر اللي هو اسمه المولت اه النبيت 12% لكن 12% لو شربت 5 اه اه اونز بس منه يبقى 12 × 5 ب 60 لو يعني اللي حضرتك بتشربه هنا اه في اه اه كاس نبيت واحد 12% × 5 هنا لو دوت 12 يبقى محتاج انك تشرب خمس اه اه كانات بيره عشان خاطر تاخد بيها نفس كميه الكحول. لكن طبعا الحاجات اللي هي بيسموها الهارد ليكر زي الحاجات اللي بيشتروها من السوق الحره كل الناس وهي راجعه علشان خاطر ثمنها ارخص انا بتكلم على مصر مثلا يكفي انه حضرتك او حضرتك تاخد بس واحد ونص اونس منه علشان تاخد الكميات ديت فبالتالي الموضوع الحاجة المهمة اللي فيه هي مش بتاخد أي نوع من أنواع الكحوليات كلها في الآخر بتروح وتتكسر في الكبد لكن قد إيه بتاخد منها يعني لو خدت بيرة كتير قوي 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 ممكن تبقى أكتر من كاس من الكاسات دي طبعا أنا مش بشجع أن حد ياخد حاجة لكن بالعكس إحنا الهدف بتاعنا أن إحنا نقول للناس إزاي ما يعملوش كده حاجه من الحاجات المهمه برضو اللي بحب اذكر حضراتكم بيها دايما انه خلوا اولادكم يتفرجوا على البرامج ديت الوقايه خير من العلاج لما حضراتكم هيشوفوا المناظر والحاجات اللي انا هوريها لكم وقد ايه مفجعه وقد ايه الخمر بيعمل في كيان الانسان على قد ما ده هيكون حاجه من الحاجات اللي تخليهم ما يبتدوش لان زي ما قلت انه حتى الناس اللي عندهم استعداد وراسي للموضوع دوت وعلى فكرة هنا أنا بقول استعداد وراسي مش بالطريقة بتاعت مندل اللي احنا درسناها كلها في الأحياء عن الخواص المنتحية والـ والـ والحاجات دي كلها لا هي بطريقة تانية شوية لكن بطريقة بنسميها فاميليال بريدسبوزيشن يعني في استعداد في الأسر المختلفة إيه اللي بيحصل لما الواحد يشرب خمرة نمرة واحد زي ما قلت بيحصل نوع من الفلودنج او بيحصل نوع من انه بالظبط زي ما واحد ماسوره تضرب في البيت عنده من حاجات كتيره قوي بالذات الاندورفنز ديت او الحاجات دي بقى بتقلل قوي الخوف وتقلل قوي القلق وكان الواحد خد هيروين وكان الواحد خد ترامادول بس خده من جوه يعني الكحول واحدة من الحاجات اللي بيعملها انه بيعمل فلادينج او بيخلي درجة عالية من المورفينات الداخلية اللي بينتجها المخ ان هي تبتدي تبقى ايه اه تملا الدماغ كلها فدوت بيدي نوع من الاحساس بالبليجر او الاحساس باللذة بي كمان بيقلل قوي الاحساس بالقلق بالخوف بيخلي الناس ممكن يبقى عندها استعداد تنام عشان كده في بعض الناس يقول لك ايه استخدمه علشان خاطر النوم ولكن ده ممكن يكون اوحش شيء ممكن حضرتك تعمله استخدام الكحول للنوم للسبب انه آه لما هندرس مع بعض بعد كده النوم بيتم ازاي ونعرف ان هو عباره عن آه آه حاجتين كبار وحاجه منهم بتتم على اربعه ستيجز والحاجات دي كلها بتتكرر اربع خمس مرات اثناء الليل نكتشف ان الكحوليات وبعض انواع الادوية المهدئة والمنومات بتسبب لخبطة شديدة جدا في الاركتيكشر دوت البنى دوت اللي هو النوم السليم الصحي بيحصل له نوع من الشوشرة رغم ان الواحد ممكن يحس في الاول ان هو ايه مدروخ وتعبان وايه وعايزين ينام فانا بقول لحضراتكم ده من اوحش الحاجات اللي ممكن حضرتك وحضرتك تستخدموها عشان خاطر تحاولوا ان انتم تناموا لكن كمان آآ آآ بيعمل برضو بيأثر على الدوبامين في مناطق معينه من المخ وبيخلي الانسان عنده رغبه ان هو يستعمل تاني وثالث عشان خاطر يحصل على نفس نوع اللذه وبيقلل قوي الاحساس ب مش بس بالخوف لكن يخلي الواحد زي ما يكون ايه عنده حاجه بنسميها ديس انهبيشن ديس انهبيشن يعني ايه يعني بالظبط كل الحاجات اللي ممكن تكون بتخليه يتصرف بطريقه ليس فيها نوع من الجموح ليس نوع فيها نوع من ان الواحد يبقى يعني مستهتر ان الحكايه دي بتقل قوي الديس انهبيشن معناها انه كل الفرامل اللي بتاثر على السلوك بتلاقيها ايه بتقل فكل ما الواحد يشرب ويشرب ويشرب تلاقي ايه ان الواحد بدا يتصرف ويتعامل ويستخدم الفاظ ويضرب ويعمل وغيره 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 بطريقه مش معتاده عنه على الاطلاق عشان كده الكتاب المقدس بيقول ان الخمر مستهزئه الخمر مستهزئه ليه لان الواحد بيتشال فعليا من دماغه من الفص الامامي من المخ كل الفرامل اللي بتاثر على السلوك فالخمر مستهزئه فده اللي بيحصل الحاجه كمان انه وهو دوت اللي بياثر على الامبلس كنترول او قدره الانسان ان هو ايه يتعامل و... و... وتلاقي ايه بيتكلم بطريقه مختلفه بيعمل بطريقه مختلفه كتير من الناس اللي بيعانوا من السبوس الأبيوز او بيعانوا من انه في نوع من ال الشخص بيجي اب او ام او غيره يبتدي يضرب في, في مراته الام تضرب في عيالها او في جوزها او غيره او غيره الحاجات دي كلها بدات منتشره قوي ليه لانه بيشيل الفرامل فبالتالي حاجات كتيره من اللي جوه وعايزه تطلع ممكن تطلع مش معناها انه معنى كده انه بيطلع الحاجات الموجوده في 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 الذاكره لكن الانسان عموما عشان كده تلاقي الواحد بيقول اي كلام ناس كتيره قوي بيجيلهم نزعات انتحاريه لما بيسكروا مش بس لانه الكحول حاجه من الحاجات اللي بتكبس على المخ وبتسبب تثبيط للمخ وبتسبب مع انه في الاول بتعمل نوع من ال الانبساط لكن فعليا تراكمها بيعمل نوع من الكبس على المخ وبيؤدي الى الدبريشن وبيؤدي الى الاكتئاب والاكتئاب الشديد مرات ومرات بيجي بطريقه اسرع ليه؟ لانه في حاجه بتحصل في المخ اسمها ما معرفش اسمها ايه بالعربي لكن الظاهره ال ديت انه استجابه المخ للمؤثر بتختلف مع تراكم الحاجات دي يعني كل ما بيحصل للجسم حاله من السميه اللي ناتجه عن تعاطي كميه هائله من الكحوليات بتخلي استعداد الجهاز العصبي علشان خاطر يوصل للمرحله دي اسرع كل مره فبالتالي حاله الفقدان كنترول على التصرفات بتزيد اكتر مع كل مره يحصل فيها كده. طيب يا ترى المخ دوت بيتاثر ازاي؟ طبعا ده اسمه الفص الامامي من المخ. ده اسمه التيمبرال لوب ده الفص الجانبي. ده اسمه الباريتال وده الفص الاوكسيبيتال او الـ الـ وراء ده عليه علاقه كبيره قوي بالنظر وده اسمه المخيخ. والمخيخ ده من حاجه من الحاجات اللي بتتاثر جامد قوي بالكحوليات وايضا الجزء دوت اسمه اسمه البرين ستيم او العنق المخي آه ودوت يعني الحاجات دي بتتاثر جامد قوي بالكحوليات هنشوف ازاي ايه التاثير اللي بيحصل على المخ فبنلاقي مثلا انه الواحد ما بيقدرش يبقى عنده قدره ان هو يعمل نوع من التوازن ليه ده بيأثر على السباينال كورد او النخاع الشوكي بيأثر كمان على المخيخ عايز اقول لحضراتكم انه الكحول سام ماده سامه طبعا يعني النهارده مش هتكلم عن انواع الكحوليات لانه في كحوليات بنستخدمها في الادويه في ادويه كتيره جدا من الادويه اللي حضراتكم بتستخدموها موجوده في الاجزخانات الكحول هو احد مكوناتها بس ده استخدام صحي لي دوت ده مش استخدام للخمور او محاوله ان الواحد يسكر او غيره ليه السبرتو الابيض ده ما هو ده نوع من انواع الكحول في السبرتو الاحمر في حاجه اسمها ايزوبروبايل الكحول وفي حاجه اسمها الايثايل والميثايل في حاجات انواع كتيره جدا من الكحوليات سواء بنستخدمها للتنظيف في الحاجات بتاعه المنزل سواء حاجات بنستخدمها في حاجات علاجيه، المهم انواع الكحوليات دي لكن الكحول اللي احنا بناخده زي البيره وزي غيره اللي موجود في كل الحاجات اللي انا وريتها لحضراتكم، الحاجات دي كلها فعليا بالكميات دي سميه للجهاز العصبي. سميه يعني ايه؟ يعني بتموت خلايا. بتموت خلايا لما تزيد لما تتراكم ممكن تعمل كده. فدوت اللي بيخلي الناس تترنح، يقول لك ده فلان ده سكران. ليه فلان ده سكران؟ لانه فقد القدره على انه يقدر يحافظ على مكانه في الفراغ. المخ على فكره المخ بيقول ان ربنا لازم يكون موجود، تركيب المخ والاشارات العصبيه والتناغم العجيب اللي بيحصل بيها، حضرتك عشان خاطر يعني تخيل ان انت مثلا ماشي في المول او حضرتك او حضرتك ماشي على الكورنيش او 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 احنا فاكرين انه الحاجه ديت حاجه بسيطه سهله يعني تعودناها من ساعه ما اتعلمنا نحبو وبعد كده مشينا من سن سنه عمالين ماشيين طول عمرنا بس انا عايز اقول لحضراتكم ان الحركه ديت فيها يعني عشرات الالاف من الاشارات العصبيه اللي بتعمل مش بس نوع من ان المخ بيقول لمجموعه العضلات الفلانيه ان هي تبتدي تنقبض وتبتدي تتحرك وتحرك معاها الجوينت او المفصل وغيره 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 وهي لا على الاطلاق مش بس كده. حضرتك عشان خاطر تقدر تعرف مكانك ايه في الفراغ اللي موجود حضرتك عشان تقدر تحافظ على التوازن، الحاجات دي كلها معناها انه في الـ 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 الجهاز العصبي شغال بطريقه فيها تناغم مذهل وغير عادي، عشان كده بعض الناس مثلا اللي ممكن يحصل لهم نتيجه الكحوليات الكتيره ويبوظوا السيربيلم دوت او يبوظوا المخيخ دوت يبتدي يحصل لهم حاجه بنسميها الاتاكسيا وهي عدم القدره على التوازن لما يغمض عين لما تغمض عينك تفقد احساسك بانت فين في الفراغ ما تبقاش عارف انت واقف انت نايم النظر هو اللي بيساعد عشان خاطر يعمل كده لكن لو اي شخص عادي المخيخ عنده سليم حتى لو انت او حضرتك غمضت عينك أو عينك بتقدر تعرف انت واقف انت نايم وهكذا ففي تناغم غريب جدا بيثبت انه لازم يكون وراء الخلق دوت عقل وعقل منظم جدا 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 لا يمكن يا جماعة وأتحدى أي حد من اللي بيشوفوني النهاردة إن هو يقول إن ربنا مش موجود لسبب واحد بس أنا بقوله من الطب مش بقوله من أسباب كتيرة خالص طبعا أكتر من السبب اللي أنا بقوله إن عمرنا ما شفنا إن في order comes out of chaos يعني عمرنا ما شفنا حاجة منظمة جدا جاية من لخبطة بمعنى انه لو حصل انفجار مثلا في احد المطابع النتيجه بتاعت الانفجار لا يمكن ان هي تطلع لنا تكست بوك بتاع طب صح ولا مش صح؟ مش ممكن مش ممكن مفيش حاجه في العالم اللخبطه وفكره ان احنا جايين من انفجار كوني الانفجار دوت لا يمكن يصنع اوردر لا يمكن يصنع تنظيم بهذا الحد طبعا ده مش موضوعنا النهارده ولكن حاجه في الوسط نقدر نقولها حاجه تانية مهمه قوي انه الجزء دوت ده اسمه الهيبو كامبس. الجزء دوت من ضمن الح... ده يا جماعه الميموري بتاع الكمبيوتر دي الحاجه اللي بيتحط فيها اللوجز كلها كل الحاجات اللي بتحصل في حياتنا لما تتحول من الذاكرة السريعة أو الذاكرة المتوسطة المدى تتحول إنها حاجة تبقى حاجة أصيلة وتحط بصمة ذاكرية علينا بتروح تتخزن في المكان ده المكان ده من أكتر الحتت اللي موجودة في المخ عندها حساسية للكحول عشان كده كتير قوي من الناس بعد ما يفضلوا يشربوا ويبقوا طينة اللي بيحصل ايه ما بيفتكرش اي حاجه هو عملها تصحى الام مضروبه الصبح و... و... وفي خدوش و... وكدمات وهو مش دريان هو كان بلاك اوت يعني ايه يعني يعني بالظبط الكاميرا اللي قصاد حضراتكم ديت بتوري اللي بيحصل هنا في الاستوديو تخيلوا بقى ان دي بقت سوده اتقطع الارسال بالظبط نفس الشيء بيحصل مع شخص يكون خرمان طينة ومديها وهو مش دريان يمكن يكون بيتحرك يمكن يكون بيتصرف وكمان بيتصرف وما فيش أي نوع من الفرامل على العربية بس كمان العربية مالها النور مطفي والسواق نايم وهي بقى إيه دخلة تخش في حيطة تخش في عمود تخش في أي حاجة زي كده انا اللي اقصده هنا في حاجات مع الناس حاجات في تصرفات بعض الناس يتصرفوا بطرق يعني مستحيل تقول فلان دوت لا يمكن يكون عمل كده ده مش طبعه ده مش مش مقامه دي مش طريقه تفكيره عمرنا ما شفناه بالطريقه ديت ليه الخمر مستهزئه والسبب ان دوت بي, بيعمل كده انه ده بيأثر على المنطقه اللي ليها علاقه بالذاكره علشان كده يا جماعة عايز أقول لحضراتكم اللي بياخدوا كميات كبيرة من الكحول هما من أكتر الناس اللي هيفقدوا الذاكرة لما يكبروا وهيفقدوا القدرة على التوازن تلاقيه عمال إيه؟ بيقع حتى لو مش سكران ليه؟ لأنه هو اوريدي بوظ الجزء ده من المخ أثر على النخاع الشوكي اثر على عنق المخ. الحاجه كمان انه بياثر على الجزء القداماني من المخ دوت وده جزء مهم جدا ليه؟ لانه مش بس هنا في الفرامل اللي بتخلي الواحد يبقى قادر على ان هو يحكم تصرفاته لكن كمان دي الحاجه اللي فيها الجزء ده فيه حاجه عاليه قوي بالذات في القشره المخيه هي اللي بتخلينا نقدر نسمع نحط السمع مع الرؤيه مع التفكير نقدر نوصل لقرار نقدر نختار نقدر نبني آآ آآ فكره منطقيه نقدر نعمل نوع من التتابع الفكري فما نبقاش امبالسيف، ما نبقاش بنتصرف بطريقه فيها نوع من العشوائيه او فيها نوع من التلقائيه المضره. كل الحاجات دي بتحصل هنا، عشان كده الشخص اللي بيدمن على الكحوليات او حتى بيستخدمها بطريقه او باخرى بطريقه زائده. دوت بياثر على دوت، وبيأثر عليه ومرات كتيرة بيفقد الإمكانية ديت، عشان كده يا جماعة الموضوع مش موضوع إن دوت ليجل، الموضوع إنه تقدر تروح تشتري، عديت 21 سنة روح إعمل اللي أنت عايزه. في الحقيقة إحنا بالذات المخ من أكتر المخ والكبد والقلب من أكتر الحاجات اللي بتتأثر بطريقة مباشرة جدا، والكحول سمي جدا ليها، عشان خاطر ربنا اسمعوني احبائي اللي النهارده بيتهاونوا بالامر دوت حضرتك وحضرتك فعلا بتعمل في نفسك حاجات كتيرة قوي. عايز اقول لكم ان جزء من فقدان الذاكره الشيخوخي و و و و وانه يحصل في نوع من الضمور في المخ ده جاي نتيجه الكحول. جاي نتيجه الكحول بيحصل ضمور في المخ. الناس طبعا بتسمي كل حاجة فيها فقدان للذاكرة زهايمر أو ألزايمر يعني الاسم بتاع الراجل اللي احنا بالعربي طبعا ايه بوظنا اسمه بقى اسمه زهايمر لكن هو راجل اسمه ألزايمر راجل ألماني فمش معنى دوت ان دوت بيعمل ألزايمر لا لكن هو بيعمل حاجة شبيهة بيها الألزهايمر ليه خواص معينه في حاجات معينه في التركيبات اللي موجوده في الخلايا المخيه وفي ديبوزيتس موجوده يعني في بعض الحاجات وفي نوع من الفايبروسيس او الحاجات الليفيه وحاجات زي كده كتيره يعني كمان بيأثر على المنطقه ديت والمنطقة دي مهمة قوي لأن دي المنطقة اللي بتتحكم في المشاعر بتتحكم في الجنس بتتحكم في الرغبة في الأكل الرغبة حاجات كتيرة جدا من الحاجات الطبيعية العادية اللي بيعملها الإنسان الحاجات دي بتتأثر جدا بالكحوليات عشان كده في الأول يقول لك ايه ناخد لنا كاس كده ولا يعني كوبايه بيره مشبره علشان خاطر الواحد ايه يساعد ان هو يكون نشط جنسيا صح ولا مش صح؟ ناس كتيرة بتقول كده فعليا الايفوريا او الاحساس بالنشوه اللي بي بيحصل ده بيدي انطباع زائف بان الواحد عنده قدره جنسيه أكتر لكن عايز اقول لحضراتكم انه الناس اللي بيدمنوا على الكحوليات بينتهي بهم الامر الى ان هم بيفقدوا الرغبه الجنسيه بيفقدوا القدره على الانتصاب بالنسبه للرجال والسيدات بيفقدوا القدره على او الرغبه في المعاشره الحميمه مش بس نتيجه التاثير على الاعصاب الطرفيه اللي هيجي كمان شويه لكن كمان التاثير على المخ كله وبيعمل فيه ايه برضه دي صورة تانية وأنا جايب هنا صورة طفل بس فعلا نفسي أقول لحضراتكم وأقول كده ويريد توروا الحكاية دي لأولادنا وشبابنا دوت متاخد لي اتنين عمرهم 15 سنة يعني تين ايجرز يعني 15 سنة لسه في المرحلة بتاعة النمو المخ بيفضل يتغير طول الوقت بيقل معدل التغير دوت يمكن بعد سن واحد لكن في تغير دائم بيحصل في المخ لكن دوت ولد عادي لا يستعمل الكحوليات احنا بنعمل حاجة معينة بنحقن مادة المادة, المادة ديت بنقدر ان احنا نلقطها على السكانر لان هي فيها راديو اكتف ماتيريال يعني فيها حاجة مشعة تقدر يقدر ان هو يلقطها وبتورلنا قد ايه المقدار بتاع النشاط اللي هو موجود في المخ فدوت مثلا الصورة دي متاخدة لحد اتسأل سؤال في المدرسة والسؤال دوت يتطلب ان هو يسترجع او يسترد حاجة كان ذاكرها قبل كده فده ولد طبيعي بنلاقي اجزاء معينة في المخ بتفض... بيحصل لها نوع من النشاط الزائد بالظبط زي الميموري بتاعه الكمبيوتر او الرامز اللي بتبتدي تتحرك وتشتغل علشان خاطر توصل للمكان اللي فيه الفايل والمكان ده عارفينه وبنفتحه ويطلع منه اللي احنا عايزين نقدمه نفس الشيء ده شخص تاني ولد عمره 15 سنة بيتعاطى الكحول وهنا على فكرة كلمة بيتعاطى مش بس معناها ان هو مدمن لا ده واحد بس بيتعاطى الكحول يعني ممكن يكون ايه في الويك إند بيروح كده وايه ويبسط نفسه في حفله ولا بارتي ولا غيره ويرجع يرجع ويستفرغ ويترنح والحاجات دي كلها. فالقضيه مش قضيه بس ان هو يسوق يا جماعه او ما يسوقش، لا القضيه قضيه مهمه جدا. ده ولد تحت تاثير الكحول اتسال نفس السؤال. وده شكل النشاط المخي الموجود، شايفين؟ اللون فتح قوي ومتناثر وفي نوع من الفراجمنتيشن او الدنيا متكسره خالص لكن شايفين المخ ده شايفينه متقد ازاي زي النار اهو شايفين عمال يروح الكمبيوتر المخي بتاعنا عمال يروح الرام عمال يروح الراندوم اكسس ميموري ده عمال يروح ويدور ويشوف فين ويحط علشان خاطر ايه هو هياخد من الفايل ده حاجه ومن الفايل ده حاجه ومن الفايل ده حاجه ويحط الاجابه عشان كده المخ ده شايفين شكله ايه قولوا لولادكم فرجوهم على دوت تقول لهم وانتم تحت تاثير الكحول ده اللي بيحصل عشان كده مع التراكم اللي بيحصل واحد ايه تلاقي القدرات الذهنيه والمخيه، القدرات على الاحتفاظ بحاجه، القدرات على التفوق، الحاجات دي كلها بيحصل لها ايه؟ شويه بشويه عماله تقل، عماله تقل، عماله تقل، ليه؟ لان في حساسيه خاصه للمخ السميات، ال.. ال.. طبعا في حاجات اكتر شويه بكتير، انا عارف ان الوقت بتاعي اولموست آه آه خلص بس هقولها بسرعه قوي آه آه. في حاجه اسمها منقوع السفنجه دي حاجه منتشره قوي في كل ال ال البارات اللي ايه اللي انتوا عارفين اي حد بيروح بيشرب مش عارف ايه بيتناصر شويه كحوليات بيروح واخدهم الراجل البار مان دوت او الـ الـ اللي بيعمل بتاعه ويروح حاططهم ايه في حاجه ومش عايزين يخسروا ماشي ويفضل يعمل كده طول الليل في الاخر بيفضل شويه كحول الكحول اللي دوت سام جدا 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 اكتر من كل اللي شربوه الناس دولت واللي بيحصل ايه ان الناس الغلابه الناس اللي ما معهاش انها تقدر تدفع تمن ازازه الويسكي ولا تمن الكاس ولا تمن غيره وغيره بيدلهم لهم الحاجات دي بأتمان رخيصه جدا عايز اقول لكم ان الموضوع دوت ضار جدا ومن الحاجات اللي بتروح داخله وزي ما تكون بتروح قتلة خلايا مخية على طول وعايز أقول لكم أنها بتأثر جامد جدا على العين بالذات وفيها سمية خاصة جدا للعصب البصري والقاع العين عشان كده حاجة بنسميها توكسيك أمبليوبيا معرفش اسمها إيه بالعربي لكن يعني المهم إنها بتؤدي إلى فقدان النظر وإلى العمى بالذات على الأطراف بتاعة العين وتفضل تقل تقل لجوه فا اوعوا تتهاونوا بأن ولادنا يشربوا الحاجات دي بالذات العيال اللي معهاش فلوس يقول لك ده هياخد منقوع السفنجه. ليه؟ لأن هما الراجل وهو بينظف بيروح منظف ويروح ايه عاصر اللي هو نظفه عشان خاطر في الأخر يفضل الحاجه الرخيصه قوي اللي وأنا شفت ناس الحقيقه يمكن أنا شفت بعيني ناس دخلوا في فشل كلوي حاد أدى إلى الموت نتيجة إن هم قرروا إن هم يشتروا النبيت الرخيص اللي في آخر الليل جاي مش عارف إيه وفي ناس متخصصة في الموضوع دوت فيعني أنا بس عايز أحذر حضراتكم من الموضوع دوت يعني عندنا حاجات كتيرة ان احنا نكملها لكن في الصورة الأخيرة اللي يمكن أقدر ابتدي بيها بعد كده. شخص عنده 57 سنة، الشخص ده شخص عادي. الشخص دوت لا يتعاطى الكحوليات. والشخص دوت عمال يشرب يقول لك كل يوم بيرجع بإزازة. ماشي. بس يقول لك ايه ده انا يعني انا اعرف حد قال لي الكلام ده هو شخص يعني الحقيقه بيشغل مكان مرموق او كان يعني بيشغل مكان مرموق آآ آآ وكان محامي كبير والراجل دوت لازم يرجع كل يوم البيت ومعاه ازازه الكونياك هو راجل مبسوط مبسوط ماديا يعني وبالنسبه له ما تمثلش اي عائق وبيقول لك دي الحاجه الوحيده اللي بتخليني ايه اروق ده انا بصحى زي الرهوان الصبح وايه واروح والمحكمه وابقى شاطر جدا 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 جه مره واحده بدا يفقد وينسى ومش قادر ان هو بتاع لدرجه انه انتهى بيه الامر ان هو تقاعد في سن مبكره شويه فده واحد عنده 57 سنه لا يتعاطى وده واحد زي الحاله اللي بتكلم عليها يط... يعني يتعاطى آه الكحوليات آه بطريقه دائمه وزي ما بقول لحضراتكم الحاجات دي بتتراكم فحتى اللي من حضراتكم بيفكر ان هو ياخدها عشان النوم او غيره اتفرجوا ايه اللي حصل خلي بالكم أن دي الصوره ديت اللي قصاد حضراتكم كل الحاجات السوداء ديت دي ميه ماشي وده كمان وده الجزء دوت اللي هو المخ نفسه. شوف حصل ايه في المخ؟ اتنين اول حاجه المناطق ديت اللي هي بيسموها الفنتركلز او الـ البطينيات المخيه دي وسعت قوي ودي مليانه ميه عشان كده الراجل ده مخه مهلبيه. ماشي؟ في يعني بي, بي بي بيلقلق ميه من جوه اكتر وشوفوا ايه اللي حصل في الحجم بتاع المخ لان ان هو ايه كش وبدا هنا آه انه تؤديت ديت ان هي تزيد والحاجات آه دي كلها انا بسيب الحاجات دي معاكم ليه لانه عايز اقول لكم قد ايه دوت بيحصل المخ دوت مش هيقدر يفكر المخ دوت هينسى كتير المخ ده شبيه كتير قوي 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 بالناس اللي عندهم ألزهايمر. هبقى أه أرجع للحاجات دي إن شاء الله في المرات الق... في المرة القادمة بشكركم جدا لأجل وجودكم أه معانا في خلال الوقت دوت مفتوحين لأسئلتكم لأي تعليقات أه عندكم ربنا يبارككم وأشوف حضراتكم في حلقة قادمة من أه برنامج أبيض من تاني أه في كل صحة وكل بركة آمين. ربنا معاكم تصبحوا على خير.